هذا نعم. الباكج الذي تتعامل به الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ بسياسة العزل، سوريا، العراق، سوريا، لبنان، حتى فلسطين، هذا كله نعم. يحقق نظرية أمن إسرائيل لا علاقة له بالعراق. نعم ما نعم. شنو علاقة نعم. العراق نعم. بهاي الضجة نعم. كلها؟ خل بالواقعية نعم. نتحدث نعم. فلذلك لا، العراق صح عزل إيران عن المنطقة يخدم إسرائيل، والحشود البحرية الموجودة في الخليج الحقيقة هي لم تأتي لنزهة لوضع أكبر ضغط، لذلك سموها بالردع. شوف أكو فرق بين الردع وبين القتال، أنت عندك خصم تريد تردعه وهي إيران، ولذلك إيران سارعت للذهاب إلى السعودية عسى أن تلقى لها مخرج من هذا الضغط الهائل. ولكن المفتاح الأساسي لكل هذه الأزمة في المنطقة وتفكيكها هو العراق، لذلك إعادة الانتشار صح العراقيين. يا أستاذ، أحمد، يعني مداخلة عرضية، أمريكا تريد سياسة الردع. اليوم زوارق الحرس الثوري الإيراني تهاجم حاملة الطائرات هليكوبتر V-17 لاقترابها من الناقلات، وين الردع؟ إيران لم هاي الأخبار مواني، هاي فيديو اليوم نشر. صحيح فيديو اليوم نشر. صحيح هذا صحيح، نشروا فيديو على أساس يرقمون حاملة الطائرات وكذا. أقول هذا يقع في إطار الاستفزاز. الردع اللي وضع للإيرانيين أنه إذا أنتوا راح تظلون تخطفون بالسفن والناقلات النفطية، بالذات الناقلات النفطية، أكو ردع راح يجي بشكل عالي المستوى. ولذلك أنا من تحدثت على أنه تم تدريب، أنا مو من عندي، هذا شوف مواقع مهمة عسكرية أمريكية نشرت ذلك، تم تدريب بعض ضباط المارينز على قيادة الناقلات النفطية. هذا ما جايب لعبة، هاي الناس هنا تصرف الدولار تحسب له 100 حساب. احنا نتحدث عن عملية أوبريشن كلفت ما يقارب تريليون الآن فقط بس نقل الجيوش أما إيران تنزلها زورق يصور له، شفت أنا الفيديو، يصور له مدري شنو، حاط له دقم أجهزة مال قبل 70 سنة. ماكو، إحنا ناس متخصصين فنعرف شنو الموضوع. أقول إيران الآن تعرف أنه أي خطف لناقلة نفطية وخصوصا من الدول الأوروبية أو غيرها هذا راح يعرضها إلى شيء، هذا واحد. اثنين، حتى توسع لك كل هذا الموضوع ابتدى أستاذ نجم، كله ابتدى تقريبا من 2 أو 3 شهور، عندما أنا يمكن مع جنابك قلت لك الإيرانيين عبروا التخصيب 60%. المبعوث الرئاسي الأمريكي اللي الآن تحت المساءلة في الكونغرس اكتشف أنه عنده تواطؤ أو يعبر معلومات إلى الجانب الإيراني، تعرف هاي القصة؟ فانفتح تحقيق عالي المستوى وتم تجميد المفاوضات مع إيران اللي كانت تدار في سلطنة عمان. السووا الإيرانيين السووا راحوا مرة ثانية على قطر، من شافوا الضغط وقرأوا السياسة الأمريكية القادمة غير السياسة الناعمة أنه راح يجون وجيوش، والإيرانيين دي يعترفون وجماعتك دي ينكرون أنه جيوش راح تجي وراح تعزل المنطقة وراح تصل إلى حد الاستهداف لقادة الميليشيات. الخطة مو هسة، يعني موضوعة من زمان. فراحوا الإيرانيين سووا اتفاق عزيزي عن طريق قطر وعمان، اسمعها مني وهذا مؤكد 100% راح أقول لك إياه. الاتفاق من 3 نقاط مقابل أن يطلقوا هاي 6 مليارات في كوريا الجنوبية. أولاً أن تتوقف إيران تصدر أمر إلى ميليشياتها وأذرعها باستهداف الأمريكان، وهذا حصل عن طريق خاني. وشوف الخطاب الآن لا الرسمي ولا الميليشياوي، هذه النقطة مؤكدة تم تبليغهم. اثنين، أن تتوقف إيران بالتخصيب الأوريجمنت إلى حد 60%، بل وأكثر من ذلك أن تقوم بتسليم هذا اليورانيوم. هسه بعد لحد الآن ما فاتحين هذا الملف، ما تسليم هذا اليورانيوم المخصب. الثالث، أن تتوقف إيران عن تجويد روسيا بالطائرات المسيرة. النقطتين الأولى وافقت عليها إيران، الثالثة ظلوا مترددين، ها مدري شلون ما ننطي روسيا إلى آخره، لقوا لها حال هزة. فأقول مقابل شنو هذا كل العمل على مو 6 مليارات، تعرف كيف انطوهم 6 مليارات، وال6 مليارات تحت إشراف قطر مو كيف الإيرانيين. وقطر تبلغ وزارة الخزانة الأمريكية بأنه الإيرانيين راح يشترون بها المواد الغذائية والطبية. أقول هذا فتح آفاق، هذا فتح آفاق إلى أنه الإيرانيين عندهم قدرة، الأمريكان عندهم أنه يتفاوضوا ويستجيبوا، فما يحتاج يسويهم حرب.